برضو سؤال مكرر لكل الفرق او كل المدربين اللي صعدوا من الدرجه الثانيه للدوري الممتاز. عندك مساحه كبيره، مساحه توقف كبيره، تقريبا اكتر من 3 شهور. هتعمل ايه لحد ما الدوري الممتاز الجديد يتلعب؟ تمام. هتعمل ايه الفتره دي؟ عامل حسابك فيها هتعمل ايه؟ انا بالنسبه لنا شايفها لو ان شاء الله في نصيب وانا متواجد على راس الجهاز، يعني انا شايف ان دي فتره حلوه مش وحشه. انا شايف كده، خاصه ان احنا كنادي سقف الرواتب عندنا يكاد يكون يعني مش كبير. ما مش دايما النادي حرس الحدود مش كبير خالص على فكره. وعايز اقول من على ايامنا كنت لسه هنطقها. انا كنت بتكلم مع طارق العشري وقتها، قال لي كل اللاعبين اللي عندي وهو بيكسب الاهلي وبيكسب الزمالك بالزبط. وبيعمل نتائج خرافيه بالظبط كده، يقول لك احنا عقود اللعيبه عندنا قليله جدا بالزبط. ودايما ثوابت بالظبط يعني من اكتر النادي اللي مثبت او عامل زي ما بيقولوا سقف. بالظبط، عامل سقف مستحيل تتخطى. صحيح، مستحيل تتخطى لحد الكلام اللي الكابتن طارق قاله لحضرتك من 10 سنين صح ولا من 12. هو نفس الكلام. صحيح. فاحنا ما عندناش حل غير ان احنا نشتغل، يعني لان مش هتقدر تجاري الارقام اللي بتدفع اللي موجوده دلوقتي. لان في الاخر زي ما قلت لك حرس الحدود او قوات المسلحه عموما بتشتغل في سقف معين وفي سقف رواتب معين، فانت ما قدامكش حل غير ان انت تشتغل، ان انت تدور. انت اشتغلت في الدرجه، هتحتاج تدعيم، لازم تحتاج تدعيم بشكل كويس، المفروض بشكل كويس، بس في الاخر انت مش هتقدر تشتري حاجه غير بسعر معين. صح. مستحيل هتقدر تشتري. ما لو اللي انت عايزه هتقول اسماء بقى وتقولها. مزبوط. لكن انت في الاخر يعني بتفكر مش عارف مين فري، مش عارف مين عنده شرط جزائي، مش عارف حته صغيره قد كده، حاجات كلها وهتحارب عليها عشان تشوف هتقدر تعملها مش هتقدر تعملها. ففي الاخر انا شايف ان الفتره ديت يعني في ناس بتتكلم انها فتره، انا شايف للفرق الصاعده لا، هي مش فتره كبيره، هي فتره مناسبه ان انت ممكن تبدا تشتغل، تبدا انت ليك خمس اجانب، ممكن تبدا تشوف ناس بشكل كويس، ممكن تبدا تشوف القطاع عندك بشكل كويس جدا، عندك فرصه كويسه ان الدوري الممتاز شغال، فممكن تبدا انت تشتغل وتعمل ماتشات وديه. يجوز الفتره هنتكلم الشهر اللي هو اللي انت مش هتبقى فيه مجمع فريتك بشكل كويس، ممكن تطلع لك بلعيب باتنين، ده يبقى مكسب ليك انت وللنادي، وبعد كده تحط ايدك على الفرقه اللي انت عايزها بشكل كويس. صحيح. لان واقعيا هو هو الناس بتقول لك ايه، ده بس بقول لك على وجهه نظرنا، الناس بتقول لك انت هتجيب لعيبه من الدوري الممتاز فمش هتلحق تتاقلم معاه عشان هو يخلص مش عارف ايه، ده اللي هيجيب من الدوري الممتاز بشكل هو شايفه. لكن انا يعني تخيلي ان احنا ما عندناش الارقام الكبيره اللي نقدر نخلص بيها لعيبه من الدوري الممتاز بالشكل اللي هو متوقع. صحيح. ففي الاخر انت ما عندكش حل غير انك تشتغل وتقعد زي ما بيقولوا كده تنقب على اللعيبه وتبدا تشوف. ده انا بكلمك كلام اللي هو اللي انا شايفه. برافو عليك. ممكن يكون كلام مش مظبوط او مش ما يعجبش حد تاني بس هو بالنسبه لي انا بس بقول لك من وجهه نظري. لان انت لو استنيت تقول ايه الدوري الممتاز هيخلص 30/8 يعني 1/9، خلاص انا هستنى بقى على 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 15/8 وابدا اكلم كريم وابدا اكلم فلان وابدا اكلم فلان. صح. مش هتلحق. صح. ومش هتعرف تجيب، يبقى انت مش هتعمل فرقه، يبقى انت هتضطر كده تبقى عندك خطوات كتير جدا انت متاخر فيها. فده رايي انا في المده المتبقيه. لان انت ظروفك، ظروف النادي بتاعتك او اسمها ايه، الفلوس اللي عندك ما تقدرش تجاري الاستثمارات والفلوس اللي موجوده دلوقتي في الدوري. ده وجهه نظر انا. ممكن يكون كلامي مش عاجب ناس زي ما انت قلت، بس انا بقول لك وجهه نظر انا للي انا شايفه.